مش بس السوبر ستار احمد عز اللي عنده مشاهد اكشن في فيلمه، كمان السوبر ستار احمد السقا عنده كمان مشاهد اكشن في فيلمه، ده طبعا من اخراج احمد خالد موسى، ودي اول مره احمد خالد موسى بيخرج للسينما. اللي عرفناه ان الفيلم طبعا فيه مشاهد اكشن كتيره، وطبعا مستنينه الفتره الجايه.